هذه هي الثالثة في المنطقة اللي صبرت. هذه صافي دابا كرمات غنهبطوها، هذه دابا اخر واحد رجع البركة، كنا كنتغطاو بهم في البرد. سطح انا ساكن في بروميير ايطاج. هذا سعيد كيعاوني تبارك الله على راجلي. مالو علم في البطانية نفضها سعيد. ايوا ما عندنا لا ولاد لا والو اللي يعاونونا، كنتعاون انا وسعيد اش غنديرو، نفض يعلم في البطانية خليتها مساحة. ما بغاش يتحيد داك الصدا والو، دابا الاخر ما نشرش تماك واقيلا. كاين شي عرس هنا، سمع سمع سعيد برا، حتى برا في داك الحيط داك لي في الدروج حتى نشرا معاك. هادوك مصدين هادوك منديروش فيهم. ايوا صافي اخر بطانيه اخر مانطه هما اللي كنتغطاو بيهم. عندي مانطه اخرين كنا دايرين صبن يعني تقيين شي كتغطاوش بيهم. نزيدك مقابطه سعيد هو باقي المقابط. خود 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 خرجت الشعل ياك. كنبيتها في الليل مراقده الصباح كنشف عليها كتجي ساهله. صافي والله سعيد مسكين جا من الخدمة تغدى قلت لي والو غتعتقني. البنات غنشرا معكم صينية الدجاج والبطاطا في الفرن كتجي زوينة. يعني هي الطريقة كان ديال المصريين، ولكن أنا ما كنديرش بنفس يعني ماشي هذه الفكرة ديال مصر، ولكن بطريقة مغربية. يعني كنطيب دجاج عادي كنطيبو في هذا اش كطيبو دجاج كوكوط ولا في الكميله ولا هذا، وكنقطع بطاطا. راه كنت واقيلا شاركتها معكم شحال من مره في اليوتيوب. المهم اللي بغى الطريقه يكتب لي في الكومونتير. بطاطا كنقطعها شرايح كما شفتوا، البصل كندخلهم الفران مع داك البلول. ملي كيطيب هذاك الدجاج داك البلول ديال هذاك الشوربه ديال الدجاج كنحطها فوق البطاطا باش كتجي بنينه كتعطي واحد اللذه. ايوا كنطيب نطيب البطاطا تستوي شويه في الفران، من بعد كنزيد عليها الدجاج نزيد عليها الخضره. المهم الا بغيتوا الطريقه كتبوا لي في كومونتير نقول لكم الطريقه من نشاركها معكم من الاول. كتجي زوينه اكثريه في الصيف، دابا الانسان ما كيقدرش على يعني ما يقدرش على المرقه في الكوكوط. يعني هكا كتجي زوينه وكتجي ترافقي معاها الروز تاكليها بالخبز، كل واحد اللي على حساب الطوق ديالو. ديري معاها شلاضه كتجي بنينه وكتجي زوينه. كتجي البطاطا في الفران كتجي محمره كتجي بنينه. دابا انا في الاخر يعني طاب الدجاج كيطيب مزيان ماشي بزاف يعني ممكن يطيب، كيبقى غير انني نحمره في الاخر. كندير معاه الفلفله والمطيشه وكندير معاها هذه البصل وداكشي كيبقى ديالكم اختيار. صافي كنطيب في الفران سعيد كيبغي ياكل الفكره ديال الفران صافي. المهم ها هي نخليها دابا في الفران تحمر طيب من الفوق. سعيد راه فيه واحد القاعدة، ملي كيجي ضروري خصو يطلع شنو كاين. والله لازم لازم والله يعلم. ايوا سي هي صينية البطاطس تفرج على الشراوي. كيعجبني كتجي زوينه غير جربوها. واللي بغى الطريقه بواحد الفلفله حاره هي درتها، ولا دابا ضروري العصير حراره ضروري خصنا ولفنا المبردات ندوز المبردات. حنا كنديرو كل واحد ياكل في الطبسيل باش تبقى شي حاجه ما تخسرش يعني تبقى مزيان. ها انتم شوف كي جات كتجي مقيطره ديك بنينه. خويا سعيد ديك بنينه كتجي اش كتجي. خذ هذه سعيد خذ هذا الورك ديال الفخاد بس نحط هذا الاول.
بصحة وراحة. ايوا اليوم جيت عند حبيبتي شحال هادي ما شفناها، كانوا مسافرين دوزوا واحد السيمانة في الزنيقة. ايوا بصراحة درت لافوت معاهم، كانوا عارضين عليا ولكن ما مشيت. كانت فاطمة شادة واحد لا سومين تما في بلاصتي الحساب الخدمة ديال البنك الشعبي، ودرت لافوت معاها مسكينة قيداتني انا وساعدو كلشي، ولكن ما مشيناش. كانت واحد الظروف ما مشيناش عندهم. انا بصراحة والله ترى وجدت ترى قلت مشيت مصير مي دابا بعدا مشيت جريت هاد كتسميوها ديال بوكينا ولا سميتها فاطمة ديال البحر؟ ها بوكيني ديال البحر. والله حتى كدافع فيها والله مشيت جبتها، ما كانتش عنده طاي كبيره هو باش نمشي معاهم لابيسي والبحر الساعه ما كتعرفش، ولكن ضروري نمشيو نعومو شي نهار في البحر. هاد العام حالفه نمشي للبحر شهيت وجاتني عليه ونعوم. وشريت هاد اللون عجبني، ما عرفت اليوم هاد اللون زوين ولا لا، راها طويله ديال المحجبات. واختي المحجبات ما يعوموش مساكن وداخلين في الفرقه. وغديت هذه انتم كما كتشوفوا، راه اليوم بالولي شفت عنده حبيبتي شفت هذه في التركوه، ولكن محتشمات كيعوموا بحال دايرين بوكي طويل. وبهذاك ذاك وداخلين يعوموا. ايوا ما كتابش ما مشي ما ما مشي ما مشيتش مع حبيبتي الحقيقه فاطمه مسكينه الله يخلف عليها كانت مقيداني. ايوا كاينه ظروف اللي قالها انتم بالسروال ديالها كنت مضمون دي عليها. الله جيت خديتها ما خديتها من حدا فاطمه، وجيت دابا عندهم نشوفهم جاو تاهما مساك اليوم هانتوما البحله. ما عرفتش الحساب مشاو اللي داروا اللي كانوا في الحساب مشاو. ايوا ما كتابش اليوم ما كتابش، كنت ضروري نخففوا شي نهار نمشيو شي بحر تبحروا. هذا ديال البوني ديال الشعر هانتوما درتي زوين صورات ليا فاطمه هذا البحر. دابا البحر عامر خاص واحد يعزل شي بحر يكون عامر بزاف، بحر كيكون عامر بزاف. ايوا جينا هاد العشيه شفنا حبيبتي حنا غنمشيو دابا توحشنا مخلاو بلاصتهم راه جلسو شي 9 ايام. هو غنمشي حبيبتي راكي عارفه شنو كاين. شحال جلست حبيبتي تما؟ جينا ايه وراه هي اللي خديت كي جات 100 درهم خديتها. وهاد الشال وهاد الشال هو اللي شريت ديك النهار حتى هو لبسته ها انتوما. وراه طبيختي نفعتني ما نكذبش عليك نفعتني واخا اللون هادي، ولكن جاتني رطبه مو لا شويه كتشبه ماشي بحالها ولكن رطبه زوينه جاتني زوينه مريحه جاتني مريحه. شحال خديتها؟ 100 درهم باش خديتها مريحة. خديت وحدة أخرى بستين درهم وخديت هاد. لا 40 درهم وخديت 40 درهم 40 درهم على ما لا ولكن باردة هي اللي كطليق دابا باردة وكتشرب العرق. هي اللي كطليق هذاك النهار ماشي شحال في الفيديو خديت ثلاثة منهم في الموف وهاد اللون وهاد كيعجبوني هما اللي كنت دابا حتى الزيوف الآخرين مابقيت كنديرهم ولكن بعتهم لماما حتى انت كديري منهم. ايوا المهم حبابنا نوضو نمشيو معاه شحال الساعة دابا؟ تسعود قال 25 نوضو طاكسي كيزيد دابا 50% تقول تسعود كيزيد 50%. ايوا فلاتنا واحد الخرجة كانت غتكون زوينة ولكن مكتابش فيها. ايوا الحمد لله يجيب الله مرة أخرى ماشي مشكل. خرجتو نتوما بحال اللي خرجنا حنا حبيبتي بصحتكم. لا حنا بغينا